وربنا سبحانه وتعالى وصف الناس اللي بتتكلم في الخير وبتبعد الناس عن الشر سماهم الربانيين، فنسبهم لاسمه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، الأحبار يعني العلماء، والناصحين هم الربانيين. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ربنا بيتكلم إن في الأمم السابقة لولا وجود أهل الخير اللي بيدلوا على الخير وبيبعدوا الناس عن الشر لكانت الناس ضاعت لبئس ما كانوا يصنعون. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يوم ما بايع الناس في بيعة العقبة على أن هم يسلموا عشان ينشروا الإسلام، بيعة العقبة هي مرحلة انتقالية ما بين مكة والمدينة، دول الأنصار اللي أخذوا الشريعة من النبي ونشروها في المدينة، ولما هاجر النبي لقى المدينة أغلبها مسلمة، فبايعهم على إيه؟ قال تبايعونني على السمع والطاعة في المنشط والمكره، تبقى قريب لربنا تحت أي ظروف، في المنشط والمكره، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني من دعائم الدين ومن أصول الدين اللي النبي كان بيبايع الناس عليها في أول يوم إسلام إن هم يأمروا بالخير ويبعدوا اللي حواليهم عن الشر. والحقيقة إنها من صفات المؤمنين. شوف أنا بكلمك على عبادة هي ميراث النبي اللي النبي سابه، هي من صفات المؤمنين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إحنا حبايب بعض. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يا جماعة إحنا بنتكلم على عبادة بتنقرض ما بيننا وبتندثر ما بيننا وفي نفور منها، رغم إنها من أعلى وأرقى وأشرف العبادات. عارف ليه؟ لأن إحنا محتاجين إن إحنا نتعلم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.